من 18 ديسمبر 2020 في القاعات مش على بلاتفورم، والتفاصيل اليوم في الندوة الصحفية. طبعا حضرنا سيناريو واحد، سيناريو نوخر المهرجان، سيناريو نلغي المهرجان، سيناريو نخليه المهرجان في نوفمبر. لكن كل عادة عنا رؤية وعنا تصور أنس إبراهيم، دونك بدينا نفكروا في، لقينا أنه أفضل حاجة أنه نوقف نعمل وقفة تأمل، وقفة اللي نجيبوا بها الأفلام القديمة اللي عملت نجاحات الدورات السابقة. فكرنا في بعض فوروم اللي فكر في المستقبل الجي سي سي، ونعمل نحضر وزارة الثقافة والسينسية وللمسؤولين على القطاع حضروا لهم يعني نص يكون خارج ومتأتي من عند أصحاب المهنة. كذلك هذه فرصة أنه نحتفل بالسينما التونسية والسينمائيين التونسيين، يعني الوقفة هذه هي وقفة للممثلين، للفنيين، للمخرجين اللي بناوا تاريخ السينما التونسية. مش بتكون دورة استثنائية فقط من ناحية الإجراءات اللي باش يتم تنظيمها من خلال الدورة هذه، ولكن هي أيضا كما كان يحكي سي ليذا هي دورة استثنائية من خلال التوجهات اللي اختارتها إدارة المهرجان السنة، ومن أهمها هي الاحتفاء بتاريخ المهرجان وإعادة إحياء الذاكرة باش نسترجعوا مع بعضنا أهم الأفلام وأهم المخرجين اللي سجلوا حضورهم في المهرجان ديال قطر السينمائية منذ انطلاقه في سنة 1966. Les JCC, les journées cinématographiques de Carthage, doivent avoir lieu. Ils aiment un halo, un tarafa, comme on a fait tous les fadaats de l'autre. Chaque jour, on dit qu'on a ouvert les salles de cinéma, on a ouvert les masseurs. La section best-of, celle qui remplace, mais aussi ma belle Moussa Bakarazouya, est la meilleure film ou la film المديرة مع لجنة الاختيار ارتعت انها تكون من الافلام ما نقولش معناها كي تبخيمي كي تبخيمي مي كي ماركي ليستوار دي جي سي سي. افلام جديدة اي سبريك حكينا دونك فما ست افلام تاع الافتتاح، ولكن فما افلام سكون ابال ليستوار غالا، دونك فما خمسة افلام جديدة. تانيت التونسي دونك اخترنا ما يقارب 12 تانيت ذهبي طويل و 12 طويل و 12 قصير، با فورسيمون لي تانيت دور، مي تانيت دور أرجون ولا جاليست ولا جاليست ولا تانيت العمل الأول. والله ما نقولك الشعر المكتوب هو وقتك، يمكن هو اللي ملون عينيك دايما بلون حزين. أنا خرجت نشري لولدي الرواية أمانة، واحد يكون عاشق عين نشوف. باش يكون فما راديو ديدي للفستيفال مستقل كي نحكي بمنطقة الفريكونس، باش تكون الفريكونس تاعها 93.5. الساعة البرمجة هذايا باش تبث من 7 متاع الصباح حتى يشي للعشرة متاع الليل، ومن بعد باش يكونوا فما دي غوديف. الإنجاز أنه المهرجان متواصل، الساعة اللي هي ماهيش إيفيدون بالكل، ويلزم واحد يحيي فريق العمل، المديرين الزوز سي رضا الباهي وإبراهيم الطايف أصدقائنا وفريق العمل الكل، يعطيهم الصحة اللي قبلوا التحدي والمهرجان مشي تنجز وفي القاعات، ماهوش بار ستريمينج ولا تكنولوجيا ولا واحد، هذا الساعة مكسب. فما إضافات مهمة، حكاية البروجيكسيون في باركينج للكراهب حاجة مهمة جدا وريجينال، واحد الراديو حاجة مهمة ويجب تفمينها. يفو انكوراجي سيت ايكيب بور تيرميني ويعطيهم الصحة ديجا اللي ينقذوا مهرجان المهرجان موجود. من حياتي تفضل ارتاح، عندي لي مفاجأة بدي نوريك واحد لعبة، ولكن حلف ما تقول حتى لواحد.